لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك تشجيعا لنا للمواصلة وفعل زر التنبيه لتتوصلوا بما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم شباب في مقطع جديد على قناتكم دارك تون. سنقوم اليوم برحلة البحث عن شخصيات كرتونية مع أكيناتور. بدون انترو او مقدمات لنبدأ. سنقوم بالبحث اولا عن ستيفن يونيفرس. تحداني، هيا لنبدأ. ما هذه الجوائز؟ انطلق. هل ولدت هذه الشخصية من أصول جزائرية؟ هو جزائري؟ لا لا، ليس جزائري. هل الشخصية مسلم ديانة؟ نو. هل تنتمي الشخصية لعالم الصور المتحركة والكرتون؟ ياس ما بوي. هل الشخصية مقاتلة؟ ياس ما بوي. هل تظهر على كارتون نتورك؟ ياس ما بوي. هل الشخصية أنثى؟ هل هو أنثى؟ هل تمزح معي؟ نو. هل تملك ساعة يد عجيبة؟ نو. هل تضع الشخصية قناع على الوجه؟ نو. هل شخصية عضو فرقة من 5 أفراد؟ نعم. هل شخصية بشرة خضراء؟ نو. هل الشخصية روبوت إنسان آلي؟ نو ما بوي. هل هو من قرية بيرك؟ نو ما بوي. هل شخصية شعر لون أسود؟ ياس ما بوي. هل يقود الشخص دراجة نارية؟ لا. هل الشخصية سمنة الجسم؟ نعم. هل الشخصية معروفة عن ستيفن الباطل؟ ياس ما بوي. الأحمق لقد عارفه، كنت أعلم أنك عارفته. ياس ناس ناس ياس ياس ناس ياس ما بوي. لنبحث عن شخصية أخرى وهي كلارنس. هل الشخصية حقيقية؟ لا. هل الشخصية ذكر؟ نعم. هل من عالم الأنمي؟ نو. هل الشخصية مقاتلة؟ كلارنس مقاتل؟ نو. هيا ود الشيت. هل الشخصية تظهر على كارتون نتورك؟ يس. هل الشخصية بشرة زرقاء؟ نو ما بوي. هل الشخصية من الحيوانات؟ لا. هل الشخصية تعيش مع أمها في نفس المنزل؟ يس. هل الشخصية سمينة الجسم؟ كلارنس سمين؟ يس. أظن أنه عرفه. الأحمق لقد عرفه قبل أن في مدة قصيرة. حسنا، سنبحث الآن عن سبونج بوب سكوير بينتس. هل الشخصية حقيقية؟ لا. هل الشخصية ذكر؟ نعم. ليس ذكر ذكر، يعني أنتم تفهمون. هل الشخصية من عالم أنيمي؟ نو. هل الشخصية مقاتلة؟ لا، هو كوميدي. هل تظهر على كارتون نتورك؟ نو. هل تظهر على شاشة التلفزيون؟ يس. هل مكعبة؟ نعم. كرتونية. هل يوجد شخص مكعب وليس كرتوني؟ هل يعمل في محل الوجبات السريعة؟ نعم. هل تسكن في شخصية في النرويج؟ النرويج قالها مور. أنا لا أعلم. سبونج بوب سكوير بينتس أصفر اللون، والله لا عارفة. والآن لنبحث عن فين البشري في وقت المغامرة. هل الشخصية مقاتلة؟ نعم. هل أنثى؟ لا. هل الشخصية موجودة في فورتنايت؟ نو. هل الشخصية تضع قناع على الوجه؟ نو. هل تمتلك ساعة يد عجيبة؟ هذا يمشي بنتين، ليس بنتين. هل تظهر على كارتون نتورك؟ نعم. هل الشخصية بشرة خضراء؟ لا. هل الشخصية شعر أسود؟ نو. شعره أصفر. من حيوانات؟ نو. هل تملك كلبا؟ ياس ما بوي. لقد عارفه، أعلم أنه عارفه. فين البشري؟ الآن سنصعب عليه الأمر قليلا، لنبحث عن فراي من كرتون فيوتشراما. هذا هو فراي. أوكي، هل الشخصية من عالم الكرتون؟ نعم. نعم. هل الشخصية أنثى؟ لا. هل الشخصية شكل أو هيئة حيوان؟ لا. هل الشخصية مقاتلة؟ لا. هل تظهر على الشخصية سبيستون؟ لا. هو ظهر على سبيستون لكن تم حذفه. هل الشخصية تظهر على كارتون نتورك؟ لا. هل الشخصية طالب مدرسة؟ لا. هل الشخصية شعر رأس؟ نعم. هل تضع الشخصية قبعة؟ لا يضع. نو. هل الشخصية من عالم أنمي؟ لا. هل الشخصية من في عمر الطفولة؟ ربما. هل الشخصية صديق من الحيوانات؟ لا. هل كان الشخصية دور في فيلم؟ نعم. هل ترتدي ثيابا سوداء؟ لا. ثيابه حمراء. شخصية مرعبة؟ لا. هل تطير؟ لا. هل توفى أحد مقربين الشخصية؟ نعم. هل يرافق الشخصية كلب؟ لا. هل الشخصية حافي القدمين؟ لا.
هل الشخصية مخترع؟ عمه مخترع؟ لا. هل الشخصية طفل؟ نعم. هل تعيش مع أميها؟ لا. شخصية كثير سفر؟ نعم. هل تعتقد شخصية زين أبيض اللون؟ لا. هل يقدم برنامج في قناة الأطفال؟ لا. هل الشخصية مسلسل كرتون باسمه؟ نو. هل الشخصية شقيق؟ لا. هل الشخصية لها علاقة بالطيران؟ نعم. لم يستطع التعرف عليه الأحمق لنبحث عن هامر من كرتون سيمبسون. نعم. هل الشخصية شكل أو هيئة حيوان؟ لا. هل الشخصية مقاتلة؟ لا. هل الشخصية أنثى؟ لا. هل تظهر على قناة سبيستون؟ لا. هل الشخصية تظهر على كارتون نتورك؟ لا. هل الشخصية طالب مدرسة؟ لا. هل ربما ليس لديه شعرات تساوي قدمين؟ نعم. هل الشخصية شريرة؟ لا. هل الشخصية على شكل إنسان؟ يس. هل الشخصية طفل؟ لا. هل الشخصية تطير؟ لا. هل تضع الشخصية قبعة رأس؟ لا لا ليس لا يضع. هل الشخصية من عالم الألعاب؟ لا. هل الشخصية متزوجة ولديها أولاد؟ يس. هل الشخصية كرتونية؟ يس. هل الشخصية صفراء اللون؟ يس. هل الكسل من صفة الشخصية؟ من الممكن. هل الشخصية كسولة؟ من الممكن. هل يمكن وصف الشخصية بعدم الذكاء؟ نعم. هل كان لشخصية دورا في سيمبسونز؟ يس ما بوي. هامر ولا هومر لا أدري، لقد عرفها الأحمق. لنعد قليلا إلى الكرتونات القديمة مع توم وجيري. هيا نبحث عن توم. هل الشخصية حقيقية؟ لا. هل الشخصية ذكر؟ نعم. هل الشخصية معلم أنمي؟ لا. هل الشخصية مقاتلة؟ لا. هل الشخصية تظهر على كارتون نتورك؟ نعم. هل الشخصية ذو بشرة زرقاء؟ لا. هل الشخصية من الحيوانات؟ ياس. هل من الدبابة؟ نو. هل الشخصية سمكة؟ نو ما بوي. توم فأر أو قط؟ توم قط. لا. هل الشخصية عبارة عن أرنب؟ لا. هل بشرة الشخصية صفراء؟ نو ما بوي. هل تعيش في الماء؟ لا. هل الشخصية عبارة عن قطة؟ ياس. هل الشخصية إخوة؟ لا. هل يرافق الشخصية حيوان صغير؟ نعم. هل الشخصية شعر أسود اللون؟ لا. ياس الحظ، كنت أعرف أنك سوف تعرفه أيها الأكناتور. لنبحث الآن عن مستر بين الكرتوني. هل الشخصية حقيقية؟ لا. هل الشخصية مقاتلة؟ لا. هل الشخصية تظهر على كارتون نتورك؟ نعم. هل الشخصية من الحيوانات؟ لا. هل الشخصية طالب مدرسة؟ مستر بي ليس طالب مدرسة. أنثى؟ نو ما بوي. هل الشخصية شعر أسود؟ يس. هل علاقة بالفيزياء؟ لا. هل الشخصية طفل؟ لا. هل تقود السيارة؟ يس. هل الشخصية سمينة الجسم؟ لا. هل نوم مع الدمية الدب أمر يميز الشخصية؟ نعم. هل الشخصية محترف في الكمبيوتر؟ لا. هل تمتلك الشخصية أسلحة؟ لا. ماذا؟ أوه ماي جاد، لقد عرفه الأحمق، لكن لماذا لم يظهر صورته؟ كوبي رايت ها؟ وأخيرا لنبحث عن هيومن جاسور من بنتن. هل الشخصية كرتونية؟ نعم. هل الشخصية أنثى؟ أنثى. لا. هل الشخصية شكل أو هيئة حيوان؟ نعم. هل الشخصية مقاتلة؟ نعم. هل الشخصية تطير؟ نو. هل الشخصية من الحيوانات؟ ياس. هل الشخصية ذا جسم ضخم؟ ياس. هل الشخصية باندا؟ نو. هل الشخصية شريرة؟ لا. هل الشخصية بشرة خضراء اللون؟ لا. هل مرتبطة بالبحر؟ لا. هل عرش ملكي؟ لا. هل تسير على أربع؟ نو. هل تضع قناع؟ لا. هل الشخصية ذو جسم عملاق؟ نعم. هل الشخصية من عالم بوكيمون؟ نو. هل الشخصية وحش من الوحوش بنتن؟ ياس ما بوي. هل الشخصية من عالم الديناصورات؟ ياس. لقد اكتشفني هيومن جاسور شخصية من شخصية بنتن. كوبي رايت. والله لقد استطاع أن
يغلبني عدة مرات، لكنني غلبته عندما لم يجد فراي من فيوتشوراما. واحد بعشرة أو تسعة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أرجو أنها نالت إعجابكم. لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك. كان هذا كل شيء، دمتم في رعاية الله.